اهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناه الصحه والجمال ومتابعينا في كل مكان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه وكل الامه العربيه والاسلاميه بخير وصحه وسعاده. طبعا عارفين ان احنا برنامجنا ستات دوت كوم بنتكلم فيه او بنناقش فيه المشاكل الاسريه والمشاكل والقضايا الخاصه بالمراه، وكمان بندخل كل بيت وبنشوف المشاكل دي ايه نتيجتها السلبيه والايجابيه، وبنحاول نلاقي لها حلول في برنامجنا. والنهارده موضوع برنامجنا هنتكلم فيه عن الغضب، ازاي ان احنا نتجنب الغضب، وازاي ان احنا نحاول ان نشوف ايجابياته وسلبياته، وازاي ان هو ما يعني ما يعني ما ناخدش سكه الغضب، علشان يا اما هو بيأثر على الحاله النفسيه بتاعه الشخص، ام ان هو انفعال مؤقت وبيروح على طول. وكمان هنقف قدام مرايتنا ونشوف ثقتنا في نفسنا ونشوف مميزاتنا الايجابيه علشان نستعيد الثقه بالنفس مره ثانيه. كل ده هنشوفه مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو، دكتوره دعاء جاب الله، مدربه مهارات حياتيه او لايف كوتش. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، نورتينا، وكل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي يا حبيبتي، انت طيبه. النهارده موضوع حلقتنا عن الغضب. عايزين نعرف ايه هو الغضب، يعني الغضب ازاي البني ادم بيغضب، ويعني ايه غضب. الغضب ده هو عباره عن شعور عاطفه، يعني إثارة عاطفية. تمام. بيزيد فيها هرمونات الجسم، بيزيد فيها هرمون الأدرينالين، ده بيأثر على الجسم بشكل يعني بشكل فظيع. ماشي. الجسم لما بيتأثر بحاجة زي كده ما بيعرفش يتخلص منه، يعني الهرمونات الزيادة دي ما بيعرفش يتخلص منها، فبالتالي بيأثر على الجسم، بيظهر بقى في هيئة أعراض زي الأعراض بقى الصداع، في ألم في المفاصل، الضغط، الحاجات دي كلها سببها طبعا لخبطة الهرمونات بسبب الشعور الزيادة ده. وطبعا بيظهر بقى في شكل عدواني، إذا كانت بقى الفاظ، اذا كانت حركات عدوانيه، كل الحاجات دي طبعا من اثار الغضب. الغضب هو العصبيه؟ الغضب هو العصبيه. هو الغضب ليه انواع. تمام. في نوع ايجابي، ده الانسان اللي هو الذكي الواعي، اللي هو بيعرف ازاي يتخلص من الغضب من جواه، بيفرغ الشحنات السلبيه اللي جواه. وفي غضب سلبي، الغضب السلبي ده بقى اكيد انت عارفه يعني اللي هو ايه، بيطلع بيبين قدام الناس اللي حواليه زي العصبيه ومنرفزه الفاظ بقى والحاجات دي. في الغضب بقى العنيف، ده بقى التكسير بقى والضرب والخراب والحاجات دي كلها، يضرب حد، يعمل بالظبط كده، يكسر الدنيا بقى، مبقاش في عنده مثلا ايه ده وانا بعمل ايه، يعني انت بعمل ايه ده. فهو ده الغضب العنيف. العصبيه طبعا هو الاثنين مش بعاد عن بعض قوي. نتكلم بردك عن الغضب، ان الغضب ده طبعا ليه تاثير كتير قوي. اكيد. تاثيره على الحياه الصحيه، عرفنا ان هو بيبوظ الدنيا من مفاصل، حتى انت تعرفي مثلا لو حد تعبان يقول لك انا جسمي وجعني عشان انا كنت متضايق امبارح، كنت متعصب. بالظبط كده. فشد هرمونات زياده بيعرفش الجسم يتخلص منها، هيتخلص منها ازاي، فبتطلع على هيئه اعراض. تمام. في بردك بيأثر على حياتنا طبعا مع بعض، بيأثر على النفسيه كمان يا دكتور، يعني دايما الواحد لما بيغضب او بيتعصب طبعا اكيد هو مش بيهدى على طول، اكيد الموضوع بياخد وقت، فده بيأثر على نفسيته، بيجي له اكتئاب، فبيؤدي الى طاقه سلبيه، ما بيقدرش يكمل حياته. طبعا طبيعي، بيجي له اكتئاب، ما بيعرفش ينام، بيجي له ضغوط، ما اكيد الحاجات دي كلها بتظهر من خلال الغضب ده. طيب احنا يعني هنقف يعني نقعد كده غضب؟ لا، ما هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. أيوة بقى، يعني احنا كده مش عايزين نقف عند الغضب، لان الغضب بيأثر علينا نفسيا وصحيا طبعا. طب احنا عايزين نتجنبه. نتجنبه ازاي؟ يعني نتجنبه على قد ما نقدر. صح. ازاي نتجنبه ازاي؟ طيب انا دلوقتي في مشكله وغضبانه فعلا، واعمل ايه؟ طب انا الدنيا واقفه قصادي. بصي، هو اول حاجه السكوت 20 ثانيه، وعلى فكره دي صعبه جدا. ان انا اسكت، امسك نفسي 20 ثانيه، او ما 20 ثانيه دي انت حاسه ان هم حاجه كده. بس عايز اقول لك يا دكتور، يعني صعب ان حد يتحكم في نفسه ثانيه واحده. يعني بقول لك دي مهاره، يعني هي دي مهاره. ايوه، دي مهاره، ومش اي حد بيمسكها. بس عايز اقول لك ان هو اصلا الرسول وصانا بيها، يعني لا، ليس الشديد عند السرعه ان انا يعني ابين رد فعلي بطريقه، لا، الشديد عند ايه؟ كتمانه للغضب او السيطره على جسمه. هي دي فعلا مهاره، ومش اي حد بيمسك ده. على العموم هي دي مرحله، ومش اي حد بيعرف يعني يسيطر عليها أو طبعا، هو يقدر يعملها، ينفذها يعني فعلا. تمام. في بقى بعد كده ممكن ان احنا بصي، استعاذ بالله، الاستعاذه بالله. ماشي. الاستعاذه بالله دي والاستغفار.
دي في حد ذاتها يعني كتر الاستغفار كمان ان هو بيقلل الغضب شويه او بيساعد ان الغضب طبعًا. يقل شويه مع الانسان طبعًا. لان عارفه بيدي اشاره للعقل انا بستمد الطاقه من ربنا اني فانتهدى خلاص يعني الشيطان بيبتدي بقى يهدى لان انا بستعيد خلاص اقوى من اي حد على فكره فانت خلاص بتهدى طبيعي اوتوماتيك هي اوتوماتيك فانت تستعيد بالله من الشيطان الرجيم فتلاقي نفسك في اشاره للعقل فانت اهدي اسكن خلاص بعد كده بقى بتبتدي بقى في اللي هو حديث عن الرسول برضه عليه الصلاه والسلام اللي هو يقول لك انت لما تكون طبعا واقف طبعا دوت اشد يعني دي اتم الاستعداد للغضب الوقوف يكون واقف ده خلاص انت مستعد للغضب فانت ممكن تعمل اي حاجه لا غير وضعيتك بقى انت اقعد طب انا قاعد وبرضك متعصب او يمشي التكت. او مثلا ما انا واحده واحده فهو يعني ايه مرحله التكت. طب انا مرضك ما فيش انا التكت ما فيش حاجه برضه لا خلاص ابتدي بقى تخرج من المكان لان المكان ده شحنات سلبيه فبتاثر عليك فانت مش عارف تطلع بره فبنطلع بنمشي بره بنبتدي بقى نهدى نتامل ناخد نفس ده بناخد بقى شهيق كده جامد كده وبنحبسه بنهدى شويه بنتامل بنعمل تشتت للعقل يعني ايه تشتت انت بتطلع بتبص كده للايه ده السماء الشجر العربيات انت بتحاول تشتت ذهنك بتلاقي نفسك بتطلع عن المود او يفكر في موضوع تاني يا دكتور مثلا يعني لا يشغل موضوع نفسه حاجه تانية يتامل لا التامل سبحانك الله يعني سبحان الله التامل في السماء في الشجر في اي حاجه معديه يعني المهم احنا بنطلع من المود يعني احنا مش محتاجين ان احنا نركز في حاجه احنا مش عايزين نفكر احنا عايزين بس نسرح كده نهدي لا يا عم استريح شويه أيوة. يعني اهدى شويه ما تفكرش ما تتعبش نفسك يعني الهواء بيهدى بيدي اشاره للعقل ان هو يهدى كده عشان يقدر ان هو بالظبط ان هو يقدر يكمل ايوه بالظبط كده طيب خلاص انا مشيت شويه واسترخيت وهديت نفسي وبعدين يعني الحمد لله الدنيا هديت معايا فانا عايزه بقى اطلع اللي جوايا الشحنات السلبيه اللي جوايا دي او انا هفضل احرق فيها ما انا كده مش هعمل حاجه لا اعمل تفريغ انا عايزه اقول لك بقى على السر سر ما تقوليش لحد لا مش هقول لحد الورقه والقلم بصي يعني سبحان الله بقول لك ايه بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يسطرون ربنا ذكرها انت معاكي ورقه وقلم طلعي كل اللي جواكي يكتب يعني كل حاجه نكتب كل حاجه جوانا مضايقانا ومفرحانا اللي ممكن اللي مش ممكن اللي معقول الواقعي اللي مش واقعي المستحيل اللي انا مش عارفه اوصله اكتبه الحاجه اللي قرابي قريبه مني اكتب كل حاجه افضي عارفه بعد ما تخلصي تحسي انت مش كنت عارفه تكتبي حاجه يعني تخلصتي كل الكتابه هو انا في ايه تاني ما فيش حاجه خلاص لقيت نفسك وقفتي مش عارفه تكتبي حاجه لقيتي نفسك فضيتي من جوه خلاص عملتي عمليه تفريغ اقول لك المعجزه بقى هنا ايه ايه بقى انت خلاص طلعتي كل الشحنات السلبيه اللي جواكي تمام هتيجي تفكري في المشكله اللي هي كانت عامله لك بقى قلق وضغط نفسي وحاجات زي كده بتبصي لها من بره يعني اكنها مش مشكلتك مش اصلا جواها. ليه انت اصلا طلعتيها المشكلة. لقيتي طلعتيها خلاص فانت بتحتتي بقى تفكري فيها بهدوء بتحليها بقى من بره بتشوفي بقى هو انا كنت متضايقه ليه عشان خاطر تفكري هو ساعات فعلا يا دكتور بدون مقاطعه كلام حضرتك ساعات الواحد بيبقى متضايق ويتعصب وبعد المشكله يقول ايه هو انا ايه اللي خلاني اعمل كده هو الموضوع ما كانش مستاهل ان انا اتعصب العصبيه دي او ان انا اغضب الغضب ده كله ايوه فعلا فالناس ساعات بيبقى في بعد الغضب ندم اكيد اغلبيته يعني ده بسبب ان في اصلا ضغوط كتيره يعني مثلا كذا حاجه وانا مش زعلانه من حاجه واحده ده انا اصلا زعلانه من قبلها في حاجه بس انا ما فرغتهاش فانا تراكمت يعني فلقيت عندي بركان يعني حضرتك ان التراكمات دي كلها هي اللي بتخلي الغضب يبقى اشد من كل مره طبعاً. يعني لو واحد غضبان من حاجه واحده الغضب بيبقى خفيف وممكن ان هو ما يحدث لكن لو في تراكمات كتير قوي زي تراكمات الحياه طبعا اللي احنا طبعاً عايشين فيها فالغضب بيبقى زياده شويه نستحمل لغايه يعني ما الكتم ده كمان يعني جوه النفس ده بيتعب طبعا بيتعب لانك اول حاجه لو الفنجان وقع على رجليك يا نهار ابيض ممكن تقلبي الدنيا بالزبط. هو مش طبعا الفكره مش لان الفنجان هي مش وقع بالظبط هو الفكره ان انا مستنيه حاجه اطلع بيها الشحنه السلبيه اللي جوايا في صوره غضب طب انا بقى ايه ما هو الحل ان انا اطلع بقى افضي اول باول اكتب اكيد ما انا مش هجيب كل شويه حد من صحابي تعالى ما احكي لك يعني صعبه قوي دي بالزبط. وكمان ما تعرفيش انت تحكي لمين يا ترى انا بتعرف انا قدام حد بيحبني ان انا هيحافظ عليا وكده ولا هي لا هي بقى الورقه دي صديقه والقلم عشان كده بقول لك دي سر يعني انه فعلا السر فيها تعودي تطلعي كل اللي جواكي براحتك بقى وبعد يعني ما اي حد متضايق يا دكتور لو غضبان أو يعني الغضب بتاعه طلع بره الكتمان اللي هو قاعد يكتم فيه ان هو يفرغ في الورقه والقلم بالظبط يعني يقعد مع نفسه يفرغ في ورقه وقلم عارفه لو النهارده ممكن تكتبي 10 نقط تمام كتبتي كل اللي جواكي مفيش حاجه ثانيه هم 10 بس بكره هتلاقي نفسك كتبتي 9 بعد 8 7 هتلاقي نفسك بيقلوا هتلاقي نفسك بعد كده ان كل الضغوط اللي جواكي قلت طبعا الغضب هيقل بعد كده وبعد ما تكتبي الورقه تقطعها مليون حته اهو انا بقطع كل مشاكلي وبقطع انت بتحسسي نفسك انا بقطع كل مشاكلي ده اللي مضايقني اهو
ده اخرك يعني. خلاص يعني انا كده خلصت. ايوه بالظبط كده، انا خلاص طلعت كل اللي جوايا. فتحس ان الجو بالنسبه لك هادي كده. لا علشان الواحد يقدر يكمل يا دكتور بعد كده. معنا لو فضلنا كاتمين وفي غضب وفي طاقه سلبيه مش قادرين نطلعها، الانسان مش هيقدر يكمل حياته تاني. طبعا اكيد اكيد، اصل المشاكل كتيره ومش مشكله واحده للاسف، وكذا جانب طبعا، لان تراكمات الحياه والظروف اتغيرت طبعا. فاكيد ان الناس ما بقتش مستحمله، فالناس بتقعد تكتم 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 طبعًا. يعني انا رايي ان الواحد ما يكتمش، صح، طلع اللي جواك على طول بالظبط كده، علشان ما توصلش لمرحله الغضب اللي انت تثار والانفجار وما يبقاش حد قادر يقف قدامك ولا انت قادر تتحكم في نفسك. فانا رايي ان كل واحد متضايق من حاجه، في حاجه تعبانه في ثانيه يطلعها، ده الافضل طبعا. او على فكره ما تستهينيش باقل حاجه، يعني انت لو في حاجه مضايقاك صغيره لا ما تستهينش بيها على فكره، بتكبر بعد كده لا بيتحط عليها حاجه ثانيه وحاجه صغيره وحاجه صغيره، بتعمل حاجات كتيره قوي بالزبط. فلا ما تقوليش دي حاجه صغيره خلاص مش مشكله عديها، لا ما تعديش على فكره، لا كبيره، لا هي كبيره. طيب الدكتور طب في حاجه من نقطه برضو، اتفضل. ان انا ازاي يعني، هو انا كده خلاص حصلت لي مشكله وغضبت ثانيه واحده خلاص المشكله اتحلت كده خلاص الموضوع خلص خالص؟ انا دي اللي كنت لسه هقول، يعني انا غضبت وعملت وصرت واتعصبت وممكن اكون عملت مشكله كبيره في البيت وفي الاخر المشكله ما زالت قائمه. لا وممكن تكون اتحل، حتى لو اتحلت مش كفايه يعني، حتى لو ما اتحلت مش كفايه على فكره. طب ولو ما اتحلتش يا دكتور؟ هي يعني لو ما بعد هي لو ما اتحلتش، ما احنا بنحلها، ما انا بقول لك موضوع التفريغ ده، فانت بتشوفي المشكله من بره وبتحليها، بتحاولي بتفكري بقى بهدوء، زي اكنك انا مش صاحبه يعني، مش بيقول لك مثلا ايه انا صاحبه المشكله فانا جوه مش عارفه احلها، فانت بتروحي لحد عشان شايفه المشكله من بره. دايما كل انسان كده يقول لك انا جوه انا جوه مشاكلي ما بعرفش احلها، بس ممكن احل مشاكل الناس كلها. بالظبط كده، ليه بقى؟ عشان خاطر جواه شحنات سلبيه، هي اللي بتاثر بتعميه ان هو ما يفكرش، مش عارف يفكر، هو انا بتعجزه هو جوه متضايق، انا اصلا متضايق، انا هفكر كمان في حاجه بتضايقني هحلها ازاي بقى، هقعد اعيط بس مش هعمل حاجه تاني. فهو لا التفريغ ده حلو قوي كده، انت بتساعدك ان تحلي مشاكلك انت لوحدك دون ما تقعدي بقى تدوري على حد، يا ربي مين هيحل المشكله او حاجه زي كده. بالظبط، هي برضك النقطه الاهم في حته زي دي كده، ان انا المشكله اتحلت او ما اتحلتش ما تعديش، لازم واقفه مع نفسك، واقفه مع نفسي. اولا المشكله عدت وبعدين تقولي نفسك وبعدين، هي هتبقى ذكرى وخلاص، وافتكر بقى كل ما افتكرها وتقول يا نهار ابيض بفضل اعيط كده على ذكراها بقى. لا مش كده، لا طبعا مش كده خالص، هو انا بحطها ان هي انا باخد سلبياتها بتعلم منها وايجابياتها بالظبط، بتعلم منها اصل هي كده هتعاد تاني على فكره، اكيد اكيد، حتى لو شبيه ليها بقى ما فيش مفر، انت ما انت عايشه هتعيشي وهتجربي وهتتعلم وهنجرب وهنشوف وهنزعل تاني وتالت. بالظبط كده، فهي لازم تعدي عليكي كدرس بس مش اكتر، مش ان هي ذكرى مؤلمه وانا كل ما افتكرها اعيط، لا درس ان انا اشوف انا يا ربي انا كنت عملت ايه، اتعلمت ايه منه، بطلع من المشكله دي بقى اكثر ذكاء واكثر حكمه واكثر قوه مع نفسي الاول الاول ومع المحيطين وبعد كده مع الاخرين. اهم حاجه ان انا اكون قويه مع نفسي الاول، صح، وبعد كده ابص اللي حواليا بقى اكون قويه، بعد كده خلاص انا اتعلمت، كل ما افتكر بقى المشكله دي لا ده انا هعمل كذا لما تحصل دي تاني، انا هعمل كذا، واحد هعمل اتنين هعمل ثلاثة، خلاص. طب دكتور انا عندي استفسار، هل الغضب بيحل المشاكل؟ يعني مثلا واحد يعني ممكن مثلا الام في البيت مثلا بتبقى منتظره من ولادها رد فعل معين في حاجه معينه، بتلاقي رد فعل مختلف طبعا، فبتغضب وبتثور وبتتعصب وبتعمل مشكله وفي الاخر برضو المشكله ما اتحلتش فعلا. هل الغضب ساعات يحل ولا ساعات ولا ما بيحلش خالص؟ ما بيحلش اصلا، ما بيحلش خالص، لان هي ممكن تقلب بعند. ده اكيد، ده مش ممكن بالظبط، ده ما انا مش عايزه اقول كده، ان هي دايما الام لما بتتعصب في البيت الموضوع بيقلب بالعكس فعلا. يعني ما بيجيبش نتيجه ايجابيه. هو كل الموضوع ان انت بتعبري عن اللي جواكي وبس، انت ما بتفكريش في حل، انت لو بتفكري في حل اكيد مش هتعصبي، اكيد بسيطه يعني. لما بتحصل المشكله دايما الام في البيت، انا بتكلم عن الام عموما، لان دايما الام بتتعصب في البيت، يا اما بتقعد تتكلم مع نفسها، عارفه عليك في حاجه اسمها الحديث النفسي، ايوه، ان هي بتقعد تتكلم مع نفسها كده الحديث النفسي، هل بقى بيبقى قبل غضبها ولا بعد غضبها ولا اثناء المشكله، لان هي ما بتبقاش عارفه تعمل رد فعل للي بيحصل في البيت. لا هي العصبيه دي اصلا بتخليكيش تفكري اصلا، يعني مش تفكير، هو بقول لك بتطلعي اللي جواك، زي ما هو انا متضايقه فانا بطلع انا متضايقه، ما فيهاش اي علاقه بالتفكير، انت عارفه لو فكرتي ثانية مش هتعمل كده، مش هتتعصب اصلا، هتبقى انا هتعامل ازاي،
كده، وطبيعي ان اللي قدامي انا بتعصب عليه اعمل كذا، مين ده؟ اتكلمي براحتك. ما بالظبط، ما ده اللي انا بتكلم فيه. فبتقعد بقى تتكلم مع نفسها، اللي هو الحديث النفسي ده، اللي هو ممكن بعد برضه بيبقى رد فعله يا اما طاقه سلبيه يا اما طاقه ايجابيه، ان هي بتبقى خلاص يعني بتيأس. لا لا لا، هو انت متعصبه، هو زي ما اتكلمتي من شويه، انت تهدي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر كده، تهدي مع نفسك. والله يا دكتور كلنا بنحاول نعمل كده. احنا بنحاول نعمل كده. هي فعلا مهاره، بس كل حاجه محتاجه تدريب. هي قدره الصبر يعني يا دكتور، يعني كل واحد قدره صبره ايه. لا انت عارفه تتمرني تدربي، هو طبيعي ان كل ما تتعودي على حاجه انت هتلاقي نفسك بقيتي اوتوماتيك كده، انت تعودي. وعايز اقول لك على حاجه كمان، هو احنا اللي بنبني لنفسنا الاوردر للاسف. احنا بندي لنفسنا الاوردر ده، بندي الاوردر للدماغ ان هي تغضب وتتعصب وتصار. اقول لك على حاجه كمان، اصل احنا مثلا احنا اللي بندي برمجه للمخ، احنا مثلا بنزعل من الفعل فاحنا بنستنى الفعل ده عشان نتضايق. وفي ناس كمان يا دكتور بتبقى متلككه، الناس بتتلكك يعني ممكن الواحد يبقى يعني كويس وكل حاجه، بس هو طبعا عنده تراكمات داخليه عنده مأثره على نفسيته، بس مش قادر يتكلم. على الشخص نفسه ولا الشخص اللي قدامه؟ على الشخص نفسه. فيجي مثلا حاجه بسيطه تحصل كده تلاقيه بقى دي تراكمات. دي تراكمات فعلا، هي دي التراكمات اللي بتفضل. عشان كده بقول لك ما تتراكميش وما تستهينيش بحاجه صغيره. ان لو حد مثلا حصل خلاف بيني وبين زميلتي حاجه بسيطه، لا انا اقول بالزبط. انا اروح لا انت قلتي لي كذا، وانا ما اقعدش اسكت، اقول في حاجه بسيطه في نفس الوقت. ده حفاظا على النفسيه كمان يا دكتور. طبعا طبعا، اصلي انت بتحافظي على نفسك وعلى صحتك على فكره. انا مش عايزه اكون مكون بركان كل شويه اقعد انفجر في وش اي حد. وكمان يجي على اقرب الناس ليا. الغضب والعصبيه والنفسيه دي بتاثر على صحه البني ادم. يعني في ناس لما بتزعل، يعني انا اعرف بعض الناس يعني لما بيزعلوا بيصحوا يلاقوا جسمهم كله ازرق. ايوه فعلا، بقع سوده كده، بيصحوا ضغطهم بيوطى، ضربات القلب سريعه، يعني ما بيقدروش يقفوا، ما بيناموش، جسمهم على طول واجعهم. طبعا ده نتيجه الغضب والزعل. ففعلا زي ما حضرتك بتقولي ان الواحد لما بيفرغ على طول، كل ما يفرغ على طول كل ان هو حفاظا على صحته وعلى نفسيته كمان. بالظبط كده. وان انا احط نفسي في افكار، ان انا احاول ازود الثقه بنفسي شويه. صح، ابص لنفسي بقى. ما انا بقى كنت عايزه اقول حاجه يعني قبل بس ما ندخل على حوار الثقه في النفس. فضلتي. احنا عايزين بس نقول كام حاجه للساده المشاهدين، ان احنا ازاي نتجنب، او ايه النصايح اللي تقوليها لهم ان احنا نتجنب الغضب. عشان عايزين نخش على حته تانية حضرتك لسه قايلها دلوقتي، ازاي الانسان يبقى عنده ثقه في نفسه. ايوه بالظبط، نستعيدها، ننميها، نقويها، عشان تدي طاقه ايجابيه ان هو يقدر يكمل الحياه. بس ايه بقى النصايح اللي تقوليها لنا؟ اني انا مش عايزه اتعصب، يعني انا مخنوقه دلوقتي وفي موقف حصل وخلاص انا لازم هتعصب، اعمل ايه؟ وايه النصايح اللي تقوليها لنا؟ مفروض دلوقتي ان احنا اول حاجه غير احنا قلنا غير القلم والورق. لا لا، ما دي تفريغ. هو دي تفريغ. لكن يعني مثلا، يعني هقول لك على حاجه يا دكتور، مثلا تعرف طبعا كلنا بننزل في الشارع والعربيات، واحد زنق على حد، واحد مش عارف ايه، فبينزل يصار ويغضب ويتعصب ويعمل. طب هل الموقف ده لو انا مش عايزه اتعصب فيه مثلا، او ان انا اغضب وتحصل فيه مشكله، اعمل ايه؟ اتجنبه ازاي؟ هو انا المشكله في الغضب ايه؟ انت عارف المشكله ان احنا اصلا، هي المشكله مش في الحدث نفسه. يعني المشكلة مش في الحدث نفسه، اني مثلا الكلمة نفسها او الفعل نفسه. المشكلة في تفسيرك انت ايه بالظبط. هو تفسيري للموقف، انت تفسيري للموقف ايه؟ يعني هل الموقف انا هعديه ولا انا هو يعني انا هتعصب؟ انا شايفاه ازاي؟ هو انا مفسراه ازاي؟ هو انا مبرمجه نفسي على على ايه؟ على ازاي يعني؟ انا يعني مثلا اقول لك على حاجة مثلا. اتفضلي. واحدة شايفة نفسها مثلا، هي عمالة تقنع نفسها ان انا طويله، هي تقنع نفسها وشكلي وحش قوي، وانا طويله وانا متضايقه، وعماله تكلم نفسها كده. ميرسي يا دكتور. على فكره يا ام جمال، على فكره ده رمز الجمال الطويل. ربنا يخليك. والله فعلا حقيقي، انا بتكلم مثلا يعني. هي عماله وشايفه نفسها كده ماشيه في الشارع، تمام. واحد بيقول، واحد ما يعرفهاش اصلا، يا طويله كده. اتكشرت وبصيت، انت بتعملي ايه؟ هو اصلا ما تعرفوش على فكره، مش بيوجه لك الكلام. بالظبط. فهو الفكره في انت اصلا يعني بتفسري ايه لنفسك؟ يعني انت بتفسري ان ايه تفسيرك ايه انت ايه؟ فهنا بقى الشغل على نفسك، انك حاولي يعني تركزي مع نفسك، انك ما تبرمجيش نفسك على حاجات اصلا يعني لا ما تضايقك. يعني انا ابعد عن اي حاجه تضايقني واي حاجه تعصبني. بالظبط كده. ان انا يعني ما احطش في نفسي برمجه ان انا بتضايق من الحته الفلانيه، بتضايق من الحاجه لا ما احطش كده. انا اشغل نفسي بنفسي، يعني اشغل نفسي بنفسي، اشوف انا فيا ايه، اكبر العالم بتاعي. انت عارفه انت لو اصلا كل واحد فكر في نفسه ان انا يشتغل على نفسه، مش هياخد باله اصلا هو ده تعمل ايه. مش هيبقى في طاقه سلبيه، هيبقى في طاقه ايجابيه، يعني ويقدر يكمل وينجح في شغله. بالظبط كده. يعني ده المفروض. لان والله انت عارفه الواحد فعلا فكر مش هيلاقي وقت، هو مش هيفكر اصلا، مفيش وقت، مش هيفكر فعلا في حاجه. فهي الفكره نفسها، انت بتفكري في ايه؟
مجرد انت ما تغيري الفكره دي هتلاقي نفسك خلاص انت نفسك هاديه كده ويعني مرتاحه، سوية يعني شغله في هدوء، شغله دماغك باللي حواليكي، ده بيقول عليكي ايه او ده بيجر شغلك، هو ملوش علاقه بالشخص اللي قدامك دوت هو كويس او مش كويس. يعني حتى لو مش كويس فانت بردك انت تفسيرك هو عمل اي حاجه حتى لو مش كويسه فانت بتفسري لنفسك حاجه ثانيه، فانت نعم هو في حاجه صح كده بالظبط، شويه يعني هدوء كده شويه هدوء اعصاب كده بالظبط، انت خلاص فسرتي نفسك ان الموضوع هادي فخلاص الموضوع خلص، انت هدي نفسك، غير انت بقى بتحاولي انت تعزيزي ثقتك بنفسك بقى، ما انت هتبصي لنفسك ازاي من غير ما انت مش واثقه من نفسك، ترجعي بقى لنفسك تاني شوفي انا فيا ايه، يعني ايه اللي بيهز ثقتي في نفسي، ايه اللي بيهز ثقتي بنفسي، يعني ايه اللي بيخلي الانسان تتهز ثقته في نفسه. يعني في ناس دايما تقول لك ايه، انا بقف قدام مرايتي بشوف ايه ايجابياتي وسلبياتي، باخد الايجابيات علشان اقدر اكمل بيها حياتي، طب والسلبيات بعالجها او بقف عندها علشان اتجنبها واعالجها واشوف لها حل. صح كده طبعا، يعني المرايه بتدي ثقه للنفس للانسان، المرايه بصي انت بتشوفي شكلك الخارجي عامل ازاي، زي الخارجي زي الداخلي بالظبط. في ناس يحبوا نفسهم جدا ويقولوا ايه القمر دوت على نفسهم الشكل جميل ده انا جميله، وعلى فكره ممكن تبقاش حلوه قوي، وفي ناس يقعدوا يقولوا يا نهار ابيض انا شكلي فظيع انا مش وهي اصلا زي القمر. هي الفكره ملهاش علاقه طبعا هي جميله حقيقي ولا مش جميله حقيقي، برضو نرجع للفكره نفسها انا بقول على نفسي ايه. فانت لا انت بصي لنفسك كده وقولي بكل شموخ يعني انا طبعا كويس انا حلو انا ايه القمر ده زي حضرتك كده يا رب يخليك والله جميله. فالمهم فانت بتقولي هو يعني ربنا قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، انت بتعمل ايه في نفسك، انت ليه بتقلل من نفسك، انت ليه بتقول على نفسك انا مش حلو انا مش ليه، انت ربنا خلقك اصلا في احسن تقويم عايز ايه تاني. صح، دي المرايه بشكلك الخارجي تمام، الداخلي نيجي بقى ندخل المرايه جوه. ايوه احنا باصين لنفسنا، بس على فكره انت لازم لما تيجي تبصي لنفسك في المرايه انت لازم تقولي يعني تكوني واضحه تكوني صريحه، يعني مش نزيف على نفسنا ونضحك على نفسنا. ما انا كنت لسه هقول النقطه، يعني في ناس يعني بتقعد تضحك على نفسها، لا 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 بالعكس لازم يبقى في مواجهه طبعا. مواجهه مع نفسك، تكوني اصل انت بتضحكي على نفسك ليه اصلا، مفيش الا انت وانت يعني هتضحكي على مين، مفيش حد هيقول لحد يعني مش ده انا مع السر. نفسي انا في السر مع نفسي كده تمام كده، ان انت هتضحكي على مين، ما انت اصل انت لازم تبقي صريحه، انت انا عايزه ابقى كويسه انا عايزه ابقى احسن، طب انا ليه هكذب على نفسي، من لو كذبت على نفسي مش هبقى احسن، بضحك على نفسي كده. فانت تبص لنفسك بقى هو انا في حاجات حلوه، طب في حاجات حلوه بس كده خلاص، يعني حاجات حلوه في اركنها خلاص، انا بص بقى لا انا حلو الحاجات الحلوه، لا مش للشكل بقى، نخش للحاجات الداخليه، انا قصدي الحاجات الداخليه اللي هي جوه. يعني مثلا انا في مواهب حلوه قوي، انا بعرف ارسم، انا صادوقه كده، انا قنوعه، طب ما استغل الحاجات دي يعني ايه ابقى ايه استفاد، الناس هيستفادوا ايه وانا هستفاد ايه، لا طب انا مثلا ما اكون صادقه كده الناس لما يجي يتكلموا معايا يعني هيصدقوني من اي حاجه اقولها، مش هيكذبوني. صح. اقدر اعمل توعيه، اعمل نصايح للناس، احاول اساعدهم في حل مشاكلهم، احاول اقرب منهم، اعمل لهم حتى اساعدهم في عمليه التفريغ، ان انا مش هقول لحد، فبقى مصدر امان ليهم بالظبط، فدي هتبقى حاجه كويسه، يعني ان هم يستغلوا الانسان يستغل الحاجه الكويسه اللي جواه. أيوة. عشان تدي طاقه ايجابيه سواء ليه او للي حواليه بالظبط كده، مش على فكره في ناس كمان بيستغلوها بيكون دخل ليهم، حاجه كويسه مش وحش على فكره الواحد يحسن من دخله بالظبط. انا مثلا فيا موهبه مثلا اي مثلا بعرف اطبخ، يعني دي نحس ليها حاجه كويسه، طب ماشي بس كفايه كده، لا ما اعمل صفحه على الفيسبوك وابدا ابيع كده واشتري والموضوع تمام، وان انا اشتغل وكده ده بيدي طاقه ايجابيه، وفي نفس الوقت انت بتخدمي يعني بتقدمي خدمه لناس كتير طبعا. وبس يعني كده بساعد نفسي ان انا بعمل نفسي بزود ثقتي بنفسي وبزود دخلي وفي نفس الوقت بساعد ناس تانية مهما كانت بسيطه. اعملي ده، كبري فيها واستغليها، مش وحش حلو، لا العبي يعني عليها. انا استغل حتى اقل حاجه طبعًا فيا طبعًا. استغلها لطالما هي ايجابيه وهتدي طاقه ايجابيه لكل اللي حواليا وهتنجحني وهتديني ثقه في نفسي استغلها ما اسيبش حاجه، يعني بصي اقل حاجه انت استغليها. انا مثلا ليا ذوق كده حلو وبفهم، طب ما اساعد الناس، انا اقول لهم اختار لهم نفسهم وديكور ايه، طب ايه المشكله. صح. حلو استغلي ده، اي حاجه لو فيكي بسيطه حباها ما توقفيش عندها، روحي قولي للناس انا فيا حاجه، ده بقى لنا نساعد بعض يلا كده. صح. حلو انت كمان هتبقي مبسوطه، يعني تخيلي يعني انا هستفيد وهفيد الناس كمان، هتلاقي نفسك اصلا عايده عليكي ان انت سعيده كده، وفي نفس النفسيه كمان يا دكتور بتبقى يعني طبعًا. غير طبيعيه طبعًا. ان انا عملت حاجه كويسه يعني افدت نفسي بيها وافدت كل اللي حواليا، فدي بتعود على الانسان بثقه جامده جدا في النفس، وان هو كمان بيبقى عايز يعمل تاني وتالت وعايز ينجح اكتر من الاول طبعا طبعا، وبيحس كده راح كفايه الراحه دي يا نهار ابيض. صح. يعني انا ممكن ابيع الدنيا عشان الراحه دي. صح فعلا، الناس كلها بتتمناها ان الواحد يبقى سعيد كده وهادي في نفسه ومبسوط وراضي.
دي جميلة طيب قوي. لو وقفنا قدام المراية ولقينا سلبيات كتير واجهنا نفسنا بيها، واجهنا نفسنا بيها، عرفنا هي ايه؟ في ناس هربت وفي ناس واجهت. لا، اللي هربت ده ضعيف، ضعيف قوي ومش عايز ينجح في حياته خالص. هو انت عايز تقف مكانك، ليه مش عايز تكبر؟ وليه مش عايز ليه مش عايز تكبر؟ ليه مش عايز تتقدم كده وتبقى حاجه كبيره؟ ليه انت يعني هو بيعجز نفسه بنفسه. يعني انت بتعجز، يعني هو ليه دور ان هو يعني يبقى عنده طاقه سلبيه ان هو عايز يقف مكانه ومش عايز يتحرك، لا عايز يكبر ويعلى ولا عايز يعمل اي حاجه. فعلا مش عايز يعمل اي حاجه. انت انت اللي حكمت على نفسك كده. هو ما حدش، مش المجتمع هو اللي عمل فيك كده على فكره. لا، في ناس بترميها على الناس وعلى المجتمع وعلى الظروف وعلى الدنيا، ما بتحاولش ان هي تتخطى السلبيات دي عشان تقدر تكمل. لا، بيرجع له هو. ممكن يكون في حاجات بسيطه، بس الانسان لازم يسعى، لازم. وما دام بيشتغل مره على نفسه واثنين وثلاثه، ربنا ما بيضيعش، يعني ما بيضيعش تعب حد ولا سعي طبعاً. حد صح، انت تعبت هتلاقي على فكره. صح. ما تقوليش بقى في ظروف ولا ما فيش حاجه، لا صح. انت اللي بقيت اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. انت بتسعى وانا هرضيك، لكن أيوة. طول ما انت قاعد كده وشايل الهموم ومش عايز تعمل حاجه، خلاص ما تطلبش مني ان انا اساعدك، انت ساعد نفسك وانا هساعدك. بالظبط. لا، انت بتفضلي تكوني صريحه واضحه، عرفتي سلبياتي ايه، واجهتي نفسك، خلاص عرفتي انا عايزه اكون حاجه، والله انا عايزه ابص كده، انا مضايقه، انا مش عارفه، انا حاسه ان انا غيوره كده، انا حاسه ان انا بكذب كده وبقول الفاظ مش لذيذه، وايه ده؟ لا، انا عايزه اعدل من نفسي. انت عارفه احساس ان انت عايزه دي نص الطريق. صح. نص طريق او ثلاث ارباعه على فكره. يعني انت قررتي ان دي مش عاجباكي وعايزه اعدلها، اللي هو انا عرفت سلبياتي وخلاص، انا عايزه اقرر ان انا اصلحها، او أيوة. ان انا ما تبقاش موجوده فيا، ان انا اصلح منها بالظبط، وعرفت هي ايه، فانا عايزه ده ثلاث ارباع الطريق. انت كده خلاص. نكمل بقى. بصي، هو دايما نقعد نقول ايه، انا مش هكذب، نقعد نقول لنفسنا كده، انا بكذب لان انا مش هكذب، ايه ده انا بغ... لا لا لا، مش هغير. هو انت بتعملي ايه على فكره؟ انت بتعملي كده غلط. يعني ان انا بقول مش هعمل يبقى كده غلط؟ ما انا عايزه اعمل اهو. لا، العقل للاسف ما بيقبلش كلمه مش. هعمل. لما تقولي مش هتلاقي نفسك عملتي، زي مثلا زي اللي بتعمل رجيم دي، عارفه انا مش هاكل شوكولاته، لا 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 انا مش هاكل وتاكل. مش عارفه ثالث مره هتلاقيها اكلت خلاص الشوكولاته، لا خلاص انهارت. ما هي كده، انا مش هاكل كذا ومش هعمل كذا. لا، هي بتعمل بصلها، انا مش هعمل كده، انا مش هعمل. ثالث مره مش هتقولها اصلا، خلاص هتاكل على طول. فعلا. بالظبط. لان العقل ما بيقبلش الكلمه دي. العقل يعني بيشيل مش وبيستخدم يعني مش هاكل، لا هاكل كده. فانا لا، عارفه بقى نضحك عليه. عارفه نضحك عليه ازاي؟ ازاي بقى؟ قوليلي. نعكس. مثلا انا مش هكذب، انا هكون صريحه. تجبري نفسك. انا مثلا انا بغير من فلان، لا انا راح اقول لها انت زي القمر، وبحاول ادي لها طاقه ايجابيه كده، وراح اقول لها كده بالظبط، لبسك جميل قوي، شيك قوي كده. انا ما اقولش نفسي مش خالص، لا، انت تعكستي وتدي نفسك اوردر. عايز اقول لك على حاجه، ان للاسف يعني برضو للاسف برضو ان احنا عندنا ايه، عقل واعي وعقل واعي. تعرفي ان العقل الواعي 5% والعقل اللاواعي 95%. بالظبط. يعني انت مثلا بتدي لنفسك الاوردر، يعني العقل الواعي انت بتقوليه، اللي انت بتقوليه. انا مثلا هاكل، انا هشرب، انا رايح المشوار، انا هصحى بدري، هو ده العقل الواعي. الجسم اوتوماتيك بياخد منك الكلمه دي وبيهيئ لك على الوضع اللي انت بتقوليه. اوكي. عشان كده بقول لك انت صاحبه الفكره. يعني مثلا انا هصحى بكره، مثلا اللي هصحى الفجر، انت قلت الكلمه دي خلاص، انت اوتوماتيك هتلاقي نفسك صحيتي. بالظبط. هو انا كويسه، انا حلوه، تاهلت نفسيا ان انا هقوم في الميعاد ده، وان انا هعمل واعمل واعمل. اوتوماتيك الجسم بياخد منك الكلمه دي. ده 5% بس يا دكتور؟ تقولي الكلمه اللي انت بتقوليها دي. خمسه تقوليها بس. عشان كده لازم نستغل الحته دي، نستغل الكلمه دي، بدل ما اقول مثلا انا وحشه، انا فيا حاجات مش كويسه، لا، ده انا قمر، ده انا فيا حاجات حلوه قوي، انا فخوره بنفسي وعاسه بشموخ كده. مش تكبر على فكره، هو عارفه تحس بنفسك. اعزاز بالنفس. كلمة. هي كلمه هي بسيطه قوي. انت لقيتي نفسك اوتوماتيك، جسمك اترفع كده وظهرك مشدود لوحدك، انت مش تعملي ده، هو تلاقي اسم جسمك اخذ الوضع. بتبقى نفسيه اخذ الوضع. 95%. تتخيلي بقى ان الكلمه دي بسيطه، دي ممكن تغير حياتك. صح. عشان كده بقول لك هو الاساس في الفكره.
الفكره اللي انت حاطاها في دماغك ايه؟ ازاي انا اتقبل الموضوع في دماغي اصلا؟ ايوه الفكره انت حاطه ايه في دماغك؟ انت بتقولي ايه على نفسك؟ بتقولي هقدر ولا مش هقدر؟ اللي بيقول مش هقدر من قبل ما يجرب اتاكدي ان هو مش هيعرف يعمل حاجه. في ناس كده يا دكتور على فكره، في ناس دايما بتقول لك انا مش هقدر اعمل كده. طب انت ما حاولتش او انت ما حاولتيش ان انت تجربي علشان تشوفي انت هتقدري ولا لا؟ بالظبط كده. يعني لو بيفشلوا على فكره ممكن ما يعملوش اصلا. بالظبط. ممكن ما يوصلوش. يعني هي مجرد فكره. يعني في ناس تقول لك ايه، طب جربي تعملي كذا كذا كذا. لا 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 انا مش هقدر، انا مش هقدر اعمل كده. لا انا طاقتي ما تقدرش، انا طاقتي ما تستحملش. طب انت جربتي؟ حاولتي؟ انت ما جربتيش. جربي وافشلي وجربي تاني. تعرفي ان الفشل مش ان هو انك تنجحي وقعتي كده كده فشلت. ده بالعكس، ده الفشل بيدي طاقه، بيدي باور ان انت لازم تجربي مره وتاني. انك ما تجربيش هو ده الفشل. انا بالنسبه لي الفشل ان انا ما اجربش اصلا. ايوه بالظبط كده، ان انا ما اخدش الخطوه ان انا اجرب، اعمل محاوله. صح فعلا. يعني ايجابيه او سلبيه ايا كان هي ايه، بس هيبقى في نتيجه، هتعلم منها، اجرب تاني وتالت لحد ما هتنجح. حقيقي فعلا. مش لازم توصلي للهدف، ممكن طول ما انت ماشيه في الرحله. بالزبط. انت بتتعلمي بتتعلمي. صح. ده كنز. ما هي كده، ما هو يقول لك دايما احنا عايشين في الحياه عشان نتعلم. صح. يعني اللي مثلا اللي بيدخل وظيفه بيشتغل بياخد تايتل معين، بيشتغل اكتر بيعلى، بياخد تايتل اكتر اعلى اعلى اعلى. لكن في ناس بتدخل الوظيفه مثلا بتاخد تايتل تقول لك بس خلاص. ايه ما بيروحش الشغل، بيغيب، مش عارف ايه، بيحكم على نفسه ان هو يفضل في مكانه. ما بيكبرش. فده طبيعي ان هو بيفضل طول عمره عنده طاقه سلبيه وما عندوش اي طموح وما عندوش اي فكره. وبيفضل صغير ما بيكبرش. بالظبط، بيفضل صغير على طول. فعلا. يعني ما ده بيأثر على نفسيته، فده غلط. انت بتعمل ايه؟ انت كده بتحطم حياتك، بتحطم حوالين الناس اللي حواليك. انت مش عندك. صح. عيال، عندك اولاد، عندك أسرة. زوجه، عنده أيوة. اسره. انت بتهدي بيتك ليه كده؟ فانت ليه انت حاول تقول انا عايز وجرب وحاول اقع. ايه المشكله؟ جرب تاني وقوم تاني، جرب تاني واقع تاني. صح. اكيد هتوصل. اكيد هتتعلم، حتى لو ما وصلش هتتعلم. يعني اكيد هتشوف نفسك. فانت صاحب قرارك، هو انت عايز ايه؟ انت تبص لنفسك في المرايه كده وقولي لنفسك، هو انا عايزه ايه؟ هو انا عايزه اوصل لايه؟ والكلمه اللي انت هتقوليها اوتوماتيك هتلاقي نفسك رحت لها. بالظبط. انا عايزه، حتى لو مفيش حاجه اسمها مستحيل. لا لا خالص خالص، مفيش حاجه اسمها مش ممكن. لا 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 خالص، كل حاجه ممكنه. بس المهم لو ما حصلتش دلوقتي بتحصل بعدين. بس يعني الناس تحاول تجرب. بالظبط، تحاول تجرب وتقولي لنفسك وتسعي. في تعليم، في رياضه، في قراءه، في نهار ابيض على النت اللي احنا عندنا ده كنز لوحده. ده احنا مش احنا عندنا دلوقتي النت والسوشيال ميديا ما شاء الله دلوقتي. يعني كل الناس بالظبط خلاص، انت مبقاش في صعوبه في حاجه يا دكتور خالص. فعلا. ان الواحد اصلا مجرد اللي هو بينتشر، يعني دي سهله جدا. صح. مش صعبه. صح. هو انت عشان كده بقول لك انت عايز ايه. ده سؤال بسيط جدا بس صعب جدا في نفس الوقت. القدره على التنفيذ. بصي اقول لك على حاجه، هو انا يعني كلمه صغيره كده، هي الرق كله على الاراده. انت ارادتك ايه؟ يعني هي القدره، الاراده والقدره. تقدر تعمل هتقدر تعمل كده؟ خلاص قرر. زي مثلا التخينه قوي بتقول لا مستحيل انا اخس، ازاي ده مستحيل؟ لا 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 مش هعرف. يا نهار، هو انا ممكن ما اكلش؟ وتاكل. هو انا ممكن ما اكلش؟ ويقول لك لا انا خلاص انا مش هخس. فتفضل تاكل 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 تاكل. طب انت بتصعبي على نفسك الموضوع ليه؟ بالعكس، يعني انت ممكن تيجي برياضه، ممكن تيجي بالادويه، ممكن تيجي بالجيم. قبل ما تبتدي انا عايزه اخس، انا عندي اراده وهعمل ده. عندي اصرار. بصي ان الحته دي بالذات بدايه تخليكي تنطلقي. بالظبط. تنطلقي هتلاقي يعني تاخدي اول خطوه يعني على الاقل تنطلقي. خلاص انا اخدت قرار فانا هعمل ده. خلاص مفيش مفر على فكره. مش هاكل شوكولاته، مش بحبها. شكلك يا دكتور بتحبي الشوكولات عشان كده عماله اشوف. يعني يا دكتور بس يا دكتور كلت الشوكولات مش هتتخني قوي. يعني ممكن واحده في اليوم عادي. تمام الحمد لله. دايما يا دكتور بيقول لك ان الشوكليت بتبقى مصدر سعاده للانسان. ده حقيقي ولا دي حاجات من اللي بنسمعها؟ يعني هي فعلا الحاجات السكريات فعلا بتخلي الجسم كده. هو بصي ثانيه واحده، هي بتخلي الجسم مهايبر، يعني مش مهايبر اللي هو كده، بس بتفوق كده، تخليكي فريش. هي بتخلي بتغير المود. يعني ده حقيقي. هي حلوه. بس انا ما بحبش السكريات عموما. انا بحب الشوكولاته حلوه. انا بحب العكس. بتحبي الايه؟ الحوادق، الحاجات دي. يعني انا دايما مودي بيجي كده، ما يجيش كويس. هو حسب طبعا. اكيد هو مش كله مش قاعده عامه، مفيش حاجه قاعده عامه. لا لا اكيد. لا لا اكيد طبعا. كل قاعده شاذ. عايزين نتكلم بقى عن حاجه ثانيه. الكاريزما. شخصيه الانسان، وان هو ازاي يبقى عنده كاريزما وعنده ازاي. الاول عايزين نعرف يعني ايه كاريزما. يعني في ناس مش عارفه هي الكاريزما. بصي هي يعني شخصيه كده، عارفه واحد يكون عنده شخصيه كده هيبه كده. يعني في ناس تقول لك ايه ده،
ده عنده كاريزما، ده داخل كده بصي أيوه شكله وهيبته مختلف، ما بيبقاش كده تقليدي، ليه حاجه بتاعته هو. مش مثلا تقليدي وان هو مثلا بيجامل الناس بقى ضعف ماشي، وان هو بيشابه حد وبيقلد حد وجد. لا ده حاجه كده هو مع نفسه كده يعني. شخصيته مع نفسه بالظبط كده. تحسي كده ليه شخصيه مميزه وبيبان على طول وبيظهر على فكره، يعني تحسي في وسط الناس كلها لا بيبان. بيبان ان هو كده شكله يعني مختلف، يعني في مشيته في طريقته طبعًا. في كلامه ايوه بيبان. مجرد هو اصلا يقعد كده ليه يعني معروفه انا ايه يا عم مالك مالك يا سيدي في ايه، يقول لك لا ده عنده شخصيه وعنده كاريزما كده كده. بحبه قوي يعني شغل. دي بتدي برضو دي يعني زي ما بيقولوا ايه يعني بتدي طاقات ايجابيه، يعني لما حد يقول لك ايه ده بص شكله طبعًا. ده بص هيبته ده شخصيته عنده كاريزما، هو مش محتاج ده بيساعده ان هو يعني طبعًا. مش اقول يمشي في الحياه، يجري في الحياه أيوة تقريبا طبعًا. لانه بصي عارفه مشكلته، يعني مش مشكلته الحاجه، سر السر بتاعه ايه؟ مش بيعتمد على حد. انا مش بعتمد عليك انك مثلا اخد منك استمد منك حتى لو طاقه ايجابيه او بالزبط. حتى كلمه. انا مش محتاج. في ناس يقعدوا انا مستنيه كلمه حلوه بس والله خليني تقويني. لا هي فعلا ضروريه كل حاجه طبعا والله. دايما يا دكتور الواحد بيبقى محتاج يسمع كلمه حلوه ليه تدي له يعني بس انت عارفه بوش كل ما ان هو يكمل الحياه كل ويستمر. تعتمدي على حد كل ما تتعبي اكتر. لا الانسان لما يعتمد على نفسه افضل ان هو ما يعتمد على اي حد كده. اعتماده على الله ثم على نفسه ده افضل شيء، لكن أيوة. اعتماده على الاخرين انا بقول ان هو لحاجة. ما بيحصلش اي مش هيوصل بي لاي حاجه بيدي طريقه ثانيه اكتر. بالعكس بيتعب اكتر لان انت بتعمل مع نفسك، انت اول عيني مستنيه منه هو اصلا مش دماغه يعني بالزبط. هو رايح هناك جاي كده ومش بيركز معايا. بشكرك جدا يا دكتور، نورتينا وشرفتينا. شكرا دكتوره دعاء جاب الله لايف كوتش، نورتينا وشرفتينا ونورتي قناه الصحه والجمال. بشكرك جدا مرسي. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وبشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، وبشكر مخرجنا الجميل وليد عماره، وبشكركم واشوفكم على خير.